أسعدتم صباحنا أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم في حلقة متجددة من برنامج إصحاح كل صباح. رح نتأمل في هذا اليوم من إنجيل لوقا الإصحاح الرابع، والتأمل بعنوان ليس نبيا مقبولا في وطنه. وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت، وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر إشعياء النبي. ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس، وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه، فابتدأ يقول لهم: إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه، ويقولون: أليس هذا ابن يوسف؟ فقال لهم: على كل حال تقولون لي هذا المثل، أيها الطبيب اشفي نفسك، كم سمعنا أنه جرى في كفرناحوم، فافعل ذلك هنا أيضا في وطنك. وقال: الحق أقول لكم، إنه ليس نبي مقبولا في وطنه. وبالحق أقول لكم، إن أرامل كثيرة كنا في إسرائيل في أيام إيليا، حين أغلقت السماء مدة 3 سنين و6 أشهر، لما كان جوع عظيم في الأرض كلها، ولم يرسل إيليا إلى واحدة منها إلا إلى أرملة إلى صرفة صيدة. وبرص كثيرون كانوا في إسرائيل في زمان إليشع النبي، ولم يطهر واحد منهم إلا نعمان السرياني. فامتلأ غضبا جميع الذين في المجمع حين سمعوا هذا، فقاموا وأخرجوه خارج المدينة، وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه، حتى يطرحوه إلى أسفل، أما هو فجاز في وسطهم ومضى. أعزائي، حياة الأنبياء ما كانت ولا راح تكون أبدا سهلة. ليش؟ لأن هي فتشي مغاير للتيار اللي ديمر به الشعب. الشعب كله ديمر بتيار الأرضيات، والشيء اللي الفكر الإنساني يقودهم إليه، ويجيهم النبي بفكر الله المغاير تماما لهذا الفكر. فلاحظ الأنبياء يتعرضون للإهانات، للإساءات، للضرب، للقتل، لكل شيء يتعرضون إليه من أجل رسالتهم. بس نرجع ونقول، ليش ما يقبل النبي بوطنه؟ لأنه أكو موضوع أنه الناس يصير عندها مثل confusion، أنه هذا الشخص مو هو ابن يوسف، شون هذا ممكن يكون نبي؟ فيصير يعني استصغار لذلك الشخص. هاي من جهة. من جهة أخرى الحسد أيضا، لأنه مفهوم النبي مفهوم عظيم، والناس كلها عارفة قيمة الأنبياء اللي كانوا قبل السيد المسيح، وشون الرب يصنع على إيدهم عجائب وعظائم، فيقولون يعني معقولة هذا واحد من عندنا يصير وياه كل هاي الأشياء؟ فعين الحسد ما تتحمل أيضا في هذا الموضوع. لاحظ هنا اللي رفضوه هم طبقة المؤمنة. هو ما كان رايح في مكان عام وحكى هذا الكلام، لا، كان في المجمع، والجالسين هم كلهم ناس متعبدين دي يعرفون الرب، ويطلع منهم هذا الشيء. هل هذا الشيء موجود حاليا بيناتنا؟ للأسف نعم، نشوف أنه يعني تظهر هواي من التصرفات الغريبة العجيبة، تظهر من ناس لهم صورة التقوى. بنفس الوقت نلاحظ من هذا التأمل أنه الرب يستخدم النصوص الواردة في الكتاب المقدس حتى يعطينا رسائل.
هنا استخدم النص مال إشعياء حتى ينطيهم رسالة، ترى أني حققت هذا اليوم المكتوب. لذلك احنا ايضا في حياتنا اليومية، واحدة من الطرق اللي نستمع بها الى صوت الرب في حياتنا هي النصوص، نصوص الكتاب المقدس. لذلك هنا الرب كلمهم وده ينطيهم هالمعلومات هاي، بس هم مصرين على الرفض، اكو اصرار داخلي انه يرفضون هذا الشخص من وسطهم. هنا الرب اظهر حقيقة عظيمة عن هاي المدينة من خلال الأمثلة اللي نطاها لمعجزة إيليا وإليشع الأنبياء، وهي أن هاي المدينة واصلة إلى مرحلة الدينونة للأسف، لأن يقولهم بهذاك الوقت أرسل إلى واحد أو وحدة، فمعناها أنتوا صار حالكم مثل سادوم وعمورة، وضع سيء جدا. نعم الناس تروح للمجامع وتصلي وكل شيء تمام، بس وينها قلوبهم للأسف. لذلك الرب يسوع خرج من هاي المدينة وما رجع لها، واللاحظ هو من كان دا يقرأ انطاهم فرصة قبل أن يجي النص التكملة في سفر إشعياء اللي يتحدث أيضا عن الدينونة، واللي يقول وبيوم انتقام لإلهنا ليعزي كل النائحين طواه، قبل أن يقرأ هذا النص. ليش؟ حتى ينطيهم فرصة، ليقولهم أنا ترى هسه بهاي مجيئي لكم جاي رحمة، ما جاي داء دين، اقبلوها. بس للأسف أغلظوا قلوبهم، لذلك اللي حصل أنه المدينة دمرت في عام 135 على يد أدريانوس للأسف. هاي كلها طبعا هي ناخذ منها دروس، أنه إحنا شلون نقبل الكلمة. إحنا إن كنا في حالة مثلا في كنيسة معينة وأكو احتياج، والرب دي يريد يعلن عن هذا الاحتياج، دي يقول أني عينت فلان، أني اختاريت فلان لهذا الموضوع، اختاريت نبي، الشعب يشوفون أنه هذا هو واحد من عندهم، رح للأسف يتعثرون هواية في هذا الموضوع. لذلك أعزائي الفيصل في هذا الموضوع هو الرجوع للرب نفسه. يعني مكان ما في تجربتنا احنا الدنيوية نتعثر بهواي من الامور اللي نشوفها، انه هل هي من الله، هل هي من الناس، هل هي شهوة ذاتية لذلك الشخص انه يريد يصير نبي او يصير كاهن او اي شيء، هل هي شهوة ذاتية له ام هي من الرب. الفيصل في هذا الموضوع هو الصوم والصلاة وطلب صوت الرب، الموضوع سهل. فهذولا لو كانوا عندهم الحكمة، نعم سمعوا الكلمة من عنده وقالهم آني النبي، أوكي خلونا نروح نصلي ونطلب صوت الرب ونشوف الرب شو يقول لنا، رح الرب ينطيهم علامات بالتأكيد. بس هذا الرفض الغليظ جدا للأسف يحتم عليهم الدينونة. لذلك عزيزي إذا كنت أنت واحد من هذول المحاربين، سواء في كنيستك، سواء في عملك، سواء في أي مكان اللي أنت تحارب نتيجة أو محاربة مقدسة، لأنه أنت تريد تشهد عن الرب، أنت خلال مسيرك مع الرب أنت تحارب، خلينا نسمع الرب شو يقول لك. يقول لك فيحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك يقول الرب لأنقذك. هذا الكلام إجا إلى إرميا في الأصحاح الأول، وهو كان خايف شوية أنه شلون راح يقدر يحكي وياهم ويحس نفسه هو أصغر من أنه الرب يكلفه بمهمة أنه يروح يحكي ويا الشعب. قال له لا تدير بال أنا وياك. لذلك نفس الشيء نشوف ويا الرب يسوع، يعني حاربوه نعم واستصغروا وقالوا له أنه أنت يعني أنت منو أنت حتى تجي تقول أنا نبي، بس للأسف هم اللي خسروا وهو خلص المهمة مالته، ما كان محتاجهم انه يعني الا انتو اني حتى اقدر اسوي الشغل مالتي، لا كان ايضا اعلان لهم انه اني ترى قلت لكم وانطيتكم هاي الرسالة، بس اذا انتو راح ترفضوها اني راح اروح انطي هاي البركات للامم للغربة. فلذلك سواء انت من
من الأشخاص المحاربين، خلي يكون دائما اطمئنانك وثقتك باللي وياك. مرات نشوف الأجواء كلش مخيفة وشوية مربكة أيضا لإيماننا، لذلك الرب يقول انظر إلي فقط ولا تشوف لي هاي الظروف كلها، لأنه هذول كلهم ممكن بلحظة واحدة الرب يزيلهم من أمامنا إذا كان يريد. وطبعا المفتاح لهذا الموضوع هو العلاقة الشخصية اليومية مع الرب. شلون أنا ممكن أستمع إلى صوت الرب يوميا؟ شو ممكن أخذ منه إرشادات يومية؟ هذا ما يمنع أنه إحنا مرات حتى يصير عندنا بعض الارتباك أيضا حتى بالاستماع، هذا شيء طبيعي، بس إحنا حتى بهاي الفرصة إحنا دا نتعلم، إحنا دا ننمو أكثر، دا نشوف من وين سقطنا ونقوم أقوى دائما، نتعلم شنو الشيء اللي إحنا أخفقنا به وإحنا دا نستمع لصوت الرب. والرب دائما غير محدود بالطرق اللي يسمعنا صوته والمسج اللي يريد يقدم لنا اياها، ودائما تكون الرساله اللي ينطيها في الامور الحساسه في حياتنا وفي خدمتنا وياه ينطيها وياها confirmation، تاكيد، مثل ما سوى ويا جدعون. لذلك كن مطمئن وفي مسيرك مع الرب، الرب دائما راح يثبتك ويخليك دائما يزيل من فكرك كل هذا التشويش اللي ممكن يجيك من خلال العدو. شنو أسباب الفشل؟ ليش فشلوا هذول الأشخاص؟ هو لعدم الإيمان. عدم الإيمان وهذا القلب الغليظ قادهم إلى الفشل في التوبة. ماذا يقدرون يشوفون؟ يشوفون كله سواد. وهل قد ما كانت قلوبهم غليظة وصلهم أنه رادوا حتى يقتلوه، رادوا يطرحوه من على الجبل. شنو من قسوة هذه؟ لذلك الرب بما أنه هو فاحص القلوب عرف أنه هذولا ما بعد ما لهم توبة، ما لهم مجال أنه يتوبون، مستحقين الدينونة، لذلك من خرج من المدينة ما رجع لها. لذلك كخلاصة عزيزي، خلونا ناخذ أي موضوع يصادفنا في الحياة، نشوف أشياء مثلا تفاجئنا، نتفاجأ بيها في من خلال الكنيسة أو من خلال خدمتنا الروحية، نشوف أشياء اللي ما معلنة لنا سابقا بطريقة قد نشوفها تجي من أشخاص ما متوقعيهم إحنا، فعلينا أنه نتأنى بالحكم على هذول الأشخاص، لا أنه رأسا نجلس وناخذ الموضوع من مصلحة مادية أو من شيء شخصي، هم دا يطلبون هذا الطلب لأنه هم عندهم مصلحة شخصية. خلونا نبعد هذا الموضوع وناخذ الموضوع من وجهة نظر الرب. ليش؟ لأن الرب قريب. إذا أنا كنت مؤمن أن الرب قريب من عندنا إحنا كأمة مثلا كمجموعة، دا يصير ويانا اختبار، دا نريد نعرف مثلا هذا الشخص اللي إجانا هل هو فعلا مثل ما دا يقول هو من الرب لو هو ادعاء شخصي. المحك في هذا الموضوع هو أنه نطلب صوت الرب، وطلب صوت الرب هو من الأبجديات اللي حقيقة اللي كل إنسان يقدر يسويها، وشيء بسيط جدا، يعني يأتي جد يعني بكل بساطة من خلال الصوم إذا اجتمعوا جماعة أو حتى إذا هو على نطاق فردي. نطلب صوت الرب، نصوم، وبنية هذا الموضوع ومع الصلاة الرب رح يكلمنا، وبالتالي رح نقدر نعرف هل هذا الشخص فعلا هو اللي الرب معينه، أو إذا ما كان الموضوع بهذا الشكل فنقدر نتصرف بشكل آخر. بس في كل الحالات علينا أنه أيضا نظهر محبة. يسوع الآن بنفكر فيه ومش نسينه، ومنتظرينه ومنتظرينه.
إلى أن نلتقيكم يوم غد، تقبلوا منا كل الحب.